فقط هنا بالأمس حيث مقر مجلس الشورى المصري الغاني التي تم تدميرها في الحريق. الحريق الذي شبه بالأمس والذي نقلنا لكم الصور الخاصة به أتى على أغلب المباني علمنا الآن أن سقف هذا المبنى اللي كان أمامكم في الصورة الآن، الحريق أتى على سقف المبنى، أعتقد أنه مبنى المبنى الزراعي كما قال لنا أحد الصحفيين ممن عاينوا المكان هنا. المكان يقال أنه لم يعد أو أصبح بلا سقف. المكان الآن سيتم إزالته وسيتم العمل على بناء موقع آخر. وجهنا العديد من المصاعب في محاولة الدخول إلى داخل المبنى ومحاولة الحصول على صور من الداخل للرماد وللخسائر التجارة الممتلكات من الداخل. حاولنا الدخول من هذا المبنى، هذا الباب، الباب الرئيسي أو هو الباب الخلفي الذي يدخل منه العاملون في المبنى. لم يسمح لنا بالدخول، قالوا لنا بنتوجه إلى الباب الرابع من الجهة الخلفية. حاولنا التوجه إلى هناك، وهناك أيضا قاموا تزرعوا بأن قالوا توجهوا إلى الباب التالي الذي يلينا، ستجد هناك ضابط شرطة موجود يمكن أن تأخذوا منه تصريحا إن كان سيسمح لكم بذلك أو لا. توجهنا إلى هناك وتحدثنا إلى ضابط الشرطة الموجود على الباب، وقال بأنه لا توجد هناك أي تصريحات بحال من الأحوال، لا يمكن لنا الدخول إلى الداخل، لا يمكن لنا أن ندخل الداخل. توجهنا إلى الباب الرئيسي الذي يلي الباب. أيضا لم يسمح لنا بالدخول، قالوا أننا نحتاج إلى تصريح رسمي. وطبعا مسألة التصريح الرسمي مسألة معقدة حيث أننا نعمل الصحافة الحرة كما تعلمون. الآن ما يمكننا أن نراه من الخارج هو ما ترونه هنا، محاولات قائمة أيضا، ما ترونه هنا محاولات مستمرة بالعمل على إطفاء ما تبقى من النيران في داخل المباني. الظاهر لنا من الخارج أن المباني قد تم إطفاء ما جاء بها من نيران حسب ما شاهدنا بالأمس، لكن يبدو أنه من الداخل هناك من الرماد ومن الحرائق المشتعلة في الداخل في الطابقين الأرضي والطابق الأول. يبدأ أن هناك من الحرائق المشتعل حتى الآن، ويحاول رجال إطفاء القيام على إطفائه. كما نرى في هذه الصورة هناك، نرى أن هناك ما زالت بعض العربيات وبعض خزانات المياه التي تأتي إلى المكان محاولة العمل والمساعدة على الإطفاء. اليوم تحديدا نجد أكثر من الأمس، نجد العمل على منع التصوير بشكل أكثر ومنع الدخول إلى الداخل، حتى والعمل على التصوير من الخارج. يعني أحد أمناء الشرطة حذرنا بأن لا نخرج الكاميرا أو آلة التصوير لأنها ستسحب منا. قلنا لا، وأننا بالأمس كنا نصور بشكل عادي، ولكن اليوم يبدو أنه التصوير ممنوع منعا باتا، حيث أنه كما أفادنا أحد الصحفيين المتواجدين في المنطقة هنا من فترة، يبدو أن السلطات تتخشى مما أثير عن أن الحادث تم بفعل فاعل، أو أن هناك ما كان هناك يعني من بين الأهداف التي تم من خلالها أو من أجلها هذا الحادث أو هذا الحريق هو إحراق ملفات خاصة بعدد من القضايا، مثل قضية عبارة السلام 93 وعدد من القضايا المتعلقة بأحد النواب المتهم بمسألة المبيدات المساطنة، إضافة إلى عدد آخر من القضايا التي تخص عدد من النواب الآن في الحزب الوطني وعدد من الموجودين في الحكومة المصرية. كان هذا ما رأيناه اليوم، وشكرا.